السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة تعليم الابتدائي الرائد. كيف انتم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اذا يوم جديد ودرس جديد، ناخذ مي ابرونتيساج اون فرونسي باج 44 صفحة رقم 44. اذا الدرس ديال اليوم خاص بالنسبة للمستوى الثالث ابتدائي. اذا الدرس ديال اليوم غادي نحاولوا اننا نشوفوا مجموعة ديال الكلمات، مجموعة ديال الحروف. قبل ذلك نخلي لكم رابط صفحة الفيسبوك في صندوق الوصف، مرحبا بكم سواء على الفيسبوك أو على اليوتيوب. نبدأ الدرس ديالنا، لاحظوا معايا. اي او ار، اي او اس، اي او تي، اي او زد، اي. يعني هادو كاملين كيتنطقوا بنفس لو صون، كنطقوهم اي. واخا جيد. اون كلي، اون كلي مفتاح. ان سيفلي يعني صفارة. ان سيفلي بيان. شوفوا معايا هنايا، اسكارغو يعني حلزون. شحال من سيلاب عندي في لو مو اسكارغو؟ دو. اسكارغو دو. شوميني، شوميني 3، شوميني 3. روبيني 3، روبيني 3. ني 1، ني عندي سيلاب وحدة. بيان. إذن شوفوا معايا هنا، عندي بالنسبة للسيلاب هنا كارني، مارشي. واخا جيد. إذا هنا نشوفو اونتور لا او لي لتر كي فون لو صون او شاك فوا كو تو لا فوا. لو مارشي، لو ني، une escalade، un carnet، du blé، li yadi du blé، marcher، un cheminée، un cheminée. Voilà. هنا غادي نحاول انني ندير واحد لا لين في لي مو اللي فيهم لا لتر او. واخا جيد. لو شا، ان مارشي، اون اسكالوب، لو ني، جميلة، اون شوميني، رغارد. اذا لاحظوا معايا هنا كذلك عندي خصني ندير لا لين، لان عندي او pas mal de fois. Un carnet, le sifflet, l'école, une fée, le muret. اذا لاحظوا معايا هنايا ان الكلمات اللي قمت بتسطر عليها فكلها كنظن انها واضحه وباينه. واخا كنتمنى ان الدرس اليوم كان واضح. نتلاقى معكم ان شاء الله في درس قادم، والى اللقاء.